السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا في علم وبنار. نسعد اليوم باستضافة الدكتورة أروى الثقفي، نائب الرئيس الابتكار في وادي طيبة. حياك الله دكتورة أروى، وشكرا لك على قبول دعوتنا. أهلا وسهلا فيكم أستاذة أمجاد والسادة الحضور، مبادرة منكم طيب، الله يعطيكم العافية أستاذة أمجاد. بداية نتكلم اليوم عن إنترنت الأشياء بمنظور مختلف تماما عن المفهوم التقني البحت. دقيقة معلش، بس عندي شاشة ما فيها شرقية. المنظور التقني البحت إلى المنظور نقدر نقول الإنساني أو السلوكي. عادة أو مفهوم إنترنت الأشياء هو عبارة عن ربط الأجهزة أو الحساسات ببعضها البعض عن طريق IP أدرس معين لاتخاذ قرارات معينة فيتم فيها من خلالها، اللي هو إرسال واستقبال البيانات. اليوم بحول الله حنسلط الضوء كيف نقدر أو نستخدم إرسال واستقبال البيانات، ليس فقط في إرسالها واستقبالها لكن أو تحليلها وتنبؤات معينة، لكن كيف نستفيد من هذه البيانات في تعديل أو تجميل حياة الأشخاص وتحسين جودة الحياة بشكل عام. فبداية نتكلم عن استخدام الإنترنت وقبول وزيادة الوعي في إنترنت الأشياء، وكيف إن البنية التحتية في السعودية بشكل عام حتساهم أو تفعل الحلول المبتكرة في إنترنت الأشياء. فتوضح لنا هنا في السلايد إنه عدد الأجهزة المستخدمة في باستخدام الإنترنت عدد كبير على مستوى الكمبيوتر الشخصي أو الحاسب أو الأجهزة الإلكترونية بشكل عام أو استخدام الجيمز أو التلفزيون. فهنا عندنا نسبة كبيرة، عدد كبير من الناس بيستخدموا، اللي هو 69% باستخدام الموبايل فون أو الجوالات بشكل عام. عفوا انه السلايد بالانجلش، لكن ان شاء الله بحاول قدر المستطاع اني اتحدث باللغة العربية بشكل افضل. بالنسبة تطرقنا لعدد كبير من الاجهزة الموجود عندنا او عدد الاجهزة اللي تدخل فيها او وصول الانترنت فيها. الان عندنا هنا احصائية لعدد من الاجهزة بحسب السنوات، عدد اللي هو ربط الأجهزة ببعض عندنا هنا من 2003 إلى 2020، كيف عدد الأجهزة كان من 500 مليون إلى 50 مليون الآن، وعلى مستوى الأفراد كان الموبايل هو فقط الجهاز اللي يتواصل معه، الآن سأصبح عدد من الأجهزة ممكن تتواصل للفرد الواحد سواء كان على الجهاز أو الآيباد أو غيره. طيب، محور الحديث اليوم أو المجال أو الجزء المبتكر في تقنية إنترنت الأشياء غالباً يكون عن طريق الحساسات اللي موجودة في هذا الجزء أو في هذه التقنية. بيقول لك هنا إنه 50 بليون ديفايسز الموجودة عدد كبير كلها متصلة بالإنترنت. هل الهدف إنه إحنا نرسل ونستقبل البيانات؟ لا، يقول لك إنه الـ IoT Beautiful Things أو المفهوم هذا، طبعاً اتطور هذا المفهوم أو أعاد صياغة اللي هو إنترنت الأشياء في معمل إنترنت الأشياء في وادي طيبة، بحيث كان الهدف إعادة صياغة المفهوم بشكل يجمل ويحسن حياتنا اليومية من خلال تحسين السلوكيات. طبعا احنا لما نجي نتكلم عن السلوكيات، في سلوكيات عندنا سواء كانت سلوكيات على شكل الافعال او النشاطات اللي بيقوم بها الانسان، فمنها مكتسبة ومنها متعلم على حسب البيئة المحيطة، سواء كانت البيئة المحيطة على مستوى عائلي او على مستوى مدينة او مستوى دولة.
فلما نجي نتكلم عن ساهر مثلاً، الساهر الأغلب تضايق من ساهر أول ما بدأ الناس. طبعاً هو لما نجي نقول نجمل الحياة، يجملها أول حاجة أنا كشخص أو كإنسان إيش أحتاج؟ أول حاجة أحتاجها الأمان، السيفتي. أحتاج أني أوفر في مجهودي، ما أخذ وقت وجهد، أبذل جهد كبير. فمثال ساهر لخص لنا أشياء كثيرة. أول حاجة أنه إحنا السيفتي من ناحية الحوادث، ومن ناحية الضرر للبيئة المحيطة، والضرر الشخصي ومستوى أو عدد التكاليف اللي حتحصل. ساهر طبعاً بيقيس لك مستوى سرعة السيارة. أنت لما بتسرع لسرعة معينة، بتتخطى سرعة معينة أصلاً مصرح فيها في الطريق، بتلقط ساهر بتعطيك إشارة أو إرسال البيانات هذه للمعنيين، بحيث أنها ترسل خصم على الشخص المسؤول على قيادة السيارة. من هنا مع مرور الوقت، سواء كانت على السرعة أو مثلاً كان على مستوى اللي هو السيفتي من ناحية ربط حزام الأمان، فأنت عندك الأمان عفواً، فأنت عندك ربط حزام الأمان وعندك السرعة، هذه كلها أنت تقدر تقيسها عن طريق استخدام الحساسات، مو إنها بس ترسل وتستقبل البيانات إنه هذا الشخص تعدى سرعة قصوى أو سرعة معينة، لا، كمان إنها هي مع مرور الوقت بتحسن سلوك الفرد، فتلاقي أنت مع مرور الوقت بطبيعتك خلاص حتربط حزام الأمان لأنك تعودت. فهنا الفكرة إنه ناخذ الجانب المبتكر في التقنية هذه بحيث إننا نحسن سلوكيات الأفراد. طيب، اتكلمنا إنه مجال التقنية إنه يكون قريب من الإنسان، أو تحديداً اليوم إنه يكون قريب من ناحية المعطيات أو متطلبات الأفراد من ناحية الأمان أو الخصوصية والأشياء هذه، وأعطينا مثال على ساهر. طيب، وقلنا إنه عدد السنسورات هذه المختلفة بأنواعها نقدر نحسن، فهنا بنقول لك كيف ممكن العدد الكبير هذا بيحسن يعني عدد من السلوكيات. طيب، عشان نوضح العدد أو الحلول هذه اللي ممكن تساعد رواد الأعمال أو المبتكرين في ابتكار احتياجات أو تحديات بتواجه، سواء كانت قطاعات، سواء كانت على مستوى أفراد عائلة أو مستوى الفرد نفسه، إحنا لما نحسن من الفرد من سلوكيات، سواء كانت السلوكيات الموجودة في العمل، ليس فقط استخدام التقنية في إدارة العمليات للشركة نفسها، لكن سلوكيات الأفراد الموجودة فيها. فلما نوضح إنه هيكلة تقنية إنترنت الأشياء مسبقاً كيف كانت بتقاس، أو يعني بشكل عام بمفهوم الـ IoT وبمفهوم الـ IoT of beautiful things. طيب، المعروف في إنترنت الأشياء إنها عندها عدد من الطبقات. الطبقة الأولى بيكون فيها عدد من الأجهزة أو السنسورات، طيب، أو الحساسات. الأجهزة هذه والحساسات حترتبط مع بعض زي ما قلنا مسبقاً عن طريق IP address معين، ومن خلالها هي تحتاج شبكة أو network protocol للتواصل مع بعض. بعد كده تواصلها هيعطيني عن طريق الابليكيشن هذا أو تجميع البيانات هنا، هيطلع لي في واجهة فيها جميع البيانات، بتحلل لي البيانات الموجودة بشكل مباشر. طيب، هنا وضح عندنا اللي هي هيكلة الـ IoT. خلينا نشوف هيكلة IoT of Beautiful Things فين القيمة المضافة فيها أو الميزة فيها. طيب، قلنا هناك إنه عندنا عدد من الطبقات، هنا عندنا عدد من الطبقات فعلا نفس الطريقة، لكن
السنسورات وكوليكتينج يعني عدد البيانات اللي بتتجمع أو تحليل البيانات هنا ما يوقف فقط على تجميع البيانات، لا بنقيس، ولا هي بتقيس فقط مؤشر اللي هو قياس سلوك الإنسان، لكن هي كمان تبقى تقيس معدل تحسين سلوك الإنسان هذا. طيب فبالتالي إذا كان أنا عندي التقطت البيانات هذه سلوك إيجابي، فهي حتنحفظ في الكلاود على إنها هي سلوك إيجابي ما يحتاج أي ردة فعل طيب أو تغذية راجع للحدث هذا. فإحنا بنقول هنا استخدام الـ IoT of beautiful thing كتغذية راجعة لسلوك صادر من خلال اللي هو البيانات اللي التقطتها التقنية هذه. طيب لو كان سلبي، احنا قلنا لو كان ايجابي حيروح ويتسجل على الكلاود ما راح يتاخد اي اكشن، لو كان هو سلبي هنا السلبي نحتاج انه هو يعطي له اكشن لما يقول يعطيله تنبيه. فلما نجي نقول مثال عندنا في الباركينج في المولات او السيارات، مواقف السيارات، عندنا مواقف مخصصة لذوي الهمم، عندنا مواقف عادية. لو جاء شخص غير مرخص له يعني غير ذوي الهمم وقف في موقف اللي هو خاص لذوي الهمم، فهنا يعطي له تنبيه انه هذا الشخص عمل سلوك سلبي انه هو وقف موقف ما هو مرخص له. طيب فهنا يجي التنبيه. التنبيه السلبي هذا ما راح يروح، او الالارم هذه ما راح تروح الا اذا الشخص اتخذ قرار، اتخذ ردة فعل اللي هي يرجع وخلاص ما حي. اول حاجة انه الالارم هذا ما حيوقف الا اذا الشخص تراجع. في نفس الوقت انت مع الوقت بتحاول تحسن سلوك الافراد، لانه ما في احد حاب انه يحرج نفسه ألارم شغال طول الوقت الى ان تخرج. هنا بيوضح انك انت واقف في موقف غير المخصص لك. طيب اللاير اللي بعدها او الطبقه اللي بعدها انها هي بتعمل تجميع للبيانات اللي حصلت في حالة تعديل سلوك الإنسان. فهنا كأنك تتكلم عن رحلة أو مرحلة لتعديل سلوك الإنسان. طيب إيش الهدف من هذا كله؟ الهدف إنه إحنا نسلط الضوء على التطبيقات بشكل مختلف، خصوصاً عندنا الآن في جائحة كورونا عدد كبير أو تحديات كبيرة حصلت، سواء كانت على مستوى اللي هو النفسي أو المستوى العملي أو الشخصي. فكثير تطبيقات بتحسن عن طريق الـ IoT بتحسن عملية داخلية، لكن ما بتحسن عملية سلوك أفراد. فأحد الأمثلة في الشركات التابعة للـ MIT كان بيقول لك إنه يستخدم تطبيقات الجوال في التباعد الاجتماعي. طبعاً التباعد الاجتماعي كثير طبقوا بطرق مختلفة. أحد التطبيقات اللي حصلت إنه يقول لك عن طريق الجوال هو بيحدد من أنماط الشخص نفسه، أنماط الاتصال، المواقع، من أنماط الصوت، بدأت يكون عندها تصور الشخص هذا إيش السلوكيات اللي بيعيشها. فبالتالي هي بتحلل سلوك الشخص. الهدف منها مو فقط إنها هي تجمع البيانات، لا، إنها هي تعدل. كيف؟ فقال لك إنه أحد الأنماط هذه كان إذا الشخص كان فيه له حمى أو كان فيه له يعني سخونة أو أعراض لكورونا أو حتى حالات من الاكتئاب، هي بتساعد في إنها تحسن الإنسان سلوك الإنسان هذا في اتخاذ قرار ليغير سلوك البشري.
أنا عندي سخونة، إيش ردة الفعل اللي حتكون من طريق الأنماط هذه؟ أنا عندي مشكلة في الصوت، أنا إيش الأكشن اللي أنا أو التحديث اللي أنا آخذه أو ردة الفعل اللي أنا آخذها عشان أحسن من الوضع الحالي للشخص هذا؟ فقال لك إن هم طوروا الابليكيشن هذا، لكن بيحاولوا مع مرور الوقت يدخل في نظام اللي هو تعديل السلوك الصحي. فهنا اللي بيقول لك برضو تدخل اللي هو تحليل البيانات ليس فقط يقف عند تحليل بيانات أو تنبؤ لحالات، لكن المرحلة اللي بعد اللي هي كيف تنبؤ الحالات هذه نقدر، أو تنبؤ أو المعلومات هذه كيف ممكن نقدر نعدل. طيب طبعاً الموضوع هذا ما ينطبق على قطاع واحد، ينطبق على عدد كبير من القطاعات، خصوصاً إنه الآن القيمة السوقية للآي أو تي عالمياً 385 مليار دولار، للسعودية 16 مليار دولار. فبالتالي في مجال كبير لتسليط الضوء على الحلول المبتكرة للآي أو تي، أو نقدر نقول الآي أو تي أوف بيوتيفول ثينكس. وزي ما قلنا إنه المملكة العربية السعودية احتلت مراكز في البنية التحتية الرقمية، فعندنا عدد كبير من المؤشرات تقول إنه المجال هذا مطلوب للمبتكرين ومطلوب لسوق العمل للابتكار في حلول تساعد في السلوك الاجتماعي والسلوك الإنساني للشخص. فهنا بيقول لك إنه كيف ممكن نعمل اللي هو أو نظرة الناس تختلف في التقنيات. طبعاً زي ما قلنا عندنا عدد من المجالات، كيف إنه عندنا مثلاً في المصانع اللي هو سلوك الأشخاص في استخدامهم للمواد الكيميائية مثلاً، أو الأدوات أو الأجهزة الموجودة هناك، كيف أنك أنت توفر لهم الأمان عن طريق الحساسات المختلفة. طبعاً بالتالي حتى في مجال الزراعة كيف ممكن تحسن من سلوك الأفراد بردة فعل أو تغذية راجعة من التقنية إلى أن يتعود، لأن السلوك هي محتاجة زي ما قلنا هي ممكن تكون مكتسبة، هي ممكن تحتاج مسألة وقت إلى أن تتعدل. في القطاع النقل، في المدارس، عندنا في عندنا كمان في المستشفيات. طبعاً جائحة كورونا أتاحت العديد من التحديات أو العديد من الفرص الاستثمارية في المجال هذا. طيب في عندنا عدد من البرودكت اللي تطورت عندنا في وادي طيبة أو في معمل إنترنت الأشياء، صراحة نال عدد من الزوار عندنا أيام ما كنا في معرض جايتكس، لأنه كان العديد من الكثير من الأهالي بتعاني من جلوس الأطفال لفترة طويلة على التلفزيون أو البلاي ستيشن. طيب بيجلسوا فترة طويلة وما بيتركوا مسافة، فهنا إحنا ركزنا إنه كيف ممكن نحسن سلوك الطفل عن طريق استخدام السنسورز أو عن طريق استخدام الآي أو تي. قال لك إنه الطفل عنده المساحة التعليمات أو المصرح فيها 50 سنتي، إذا تعدى الطفل المساحة معينة المصرح فيها اللي ما تأثر على ضرر الطفل من ناحية مساحة، ومن ناحية كمان عندك الوقت، لأنه المساحة ممكن تسبب أضرار صحية سواء كانت على نظر أو غيره، أو ممكن الجلوس اللي هو يسبب السمنة فهي بالتالي بتسبب أمراض صحية.
جلوس الوقت طويل إنه كيف نخلي هذه التقنية تحسن سلوكه؟ لو جلس فترة طويلة، احنا حددنا إنه فرضاً قلنا 15 دقيقة أو كل 20 دقيقة، العشرين دقيقة هذه لو تعدى الطفل هيعطيك إشارة إنه هنا الطفل لازم ياخد اتخاذ أو إجراء صحيح، لأنه الطفل عدى الوقت المسموح أو إنه قرب من الشاشة، فهنا يعطي تنبيه. إذا الطفل ما بحث في هذه الفترة أو أعطى ردة فعل أو تغذية للألارم هذه، التقنية هذه، فهي بالتالي إما إنها بعد الألارم هذا وما أتخذ الأكشن أو ما أتخذ الردة الفعل حيقفل التلفزيون وحيرسل رسالة، أو التلفزيون أو بلاي ستيشن، حيرسل رسالة للوالدين إنه الطفل هذا قعد لفترة معينة وهذا السلوك السلبي يحتاج إلى تحسين. فهنا بالتالي مع مرور الوقت الطفل ما يبقى إنه هو يلعب فجأة يقفل عليه أو يتضايق الأطفال من المقاطعة بشكل عام أو اندماجهم بالألعاب. فهنا بنساعد إنه أول حاجة نحسن سلوك الأطفال أول شيء عن طريق التقنيات، بعد كده بالممارسة، لأنه بيكتسب الطفل العادات، في عادات معينة عند الطفل مع مرور الوقت حتتحسن سلوك الأطفال. كمان عندنا اللي هي عن طريق الكاميرات في المدارس أو في الفصول الذكية، عندك تلقط الكاميرا بعد ما يخلص موضوعين التدريس مثلاً، المحاضرة أو المعلم يحتاج إلى تغذية راجعة يعني في الوقت اللحظي. طبعاً إحنا بنتكلم هنا على التقنية كلها نحتاجها في وقت لحظي، عشان كده بنقول ردة الفعل تكون لحظية، ليست فقط إنه إحنا نسجلها لهدف تنبؤ حاجات مستقبلية فقط، لا، إحنا نبغى ردة فعل لحظية بحيث إنه تحسن من السلوك. فهنا لو نرجع لمثال اللي هي التغذية الراجعة، سلوك الأطفال لما تجي تسألهم عن رأيهم، في منهم المبتسم، منهم الزعلان، التقاط هذه الفيسز أو هذه الوجوه أو هذه التعبيرات ممكن يساعد في تحسين سلوك أو أداء المعلم في المحاضرة. فهذه عدد من الأمثلة اللي أعطيناها بشكل عام في التقنية. طبعا زي ما قلت هذا بيفتح المجال لعدد كبير من الانتربرنور، يعني انه يشوفوا المجال هذا او الاريا هذه. طيب اذا في نشوف اسئله. الأسئلة ما هي واضحة عندي. أستاذ أمجاد، ما أعرف لسبب أو لآخر ما هي ظاهرة عندي.
Okay. شايفة الناس رافعة يدها بس طيب في سؤال في التخصص بشكل عام، هل في تخصص IoT مستقل في السعودية؟ تخصص مستقل في بعض الجامعات بتوفر اللي هو ماستر في تقنية إنترنت الأشياء في السعودية، ماجستير طبعا، أو من خلال تعليم التقنية هذه من خلال الأودية الموجودة، الأودية التابعة للجامعات اللي هي متخصصة في التقنيات الناشئة أو إنترنت الأشياء. طبعا إحنا كمان في عندنا في شركة وادي طيبة اللي هو معمل إنترنت الأشياء، وطبعا بنتشارك الممارسات مع اللي هو سواء كان الباحثين أو الطلاب بندعمهم في استشارات سواء كانت على مستوى التقنية نفسها أو تطبيقاتها أو الشركات الناشئة فيها. طيب، ما هي أبرز الممارسات التي يمكن تطبيقها في البيئة والمدارس السعودية؟ طيب، لما نجي نتكلم على تطبيقاتها في البيئة، في عندنا عدد كبير. لما نجي نتكلم بشكل عام سواء كانت على زي ما قلنا في بيئة عمل أو سواء كان عندنا في الشوارع أو الطرق في التلوث البيئي وغيرها. لما نجي نتكلم على المدارس أو السعودية، المدارس السعودية أو في مجال التعليم بشكل عام، إحنا البيئة التعليمية طبعا إما إنها تكون، لما نجي نتكلم عنها أو المدرسة بشكل عام، إما نتكلم على الفصل في استخدام الـ IoT أو على استخدام الـ أو على استخدام الأشخاص، إما نستخدمها على شكل الأفراد أو على مستوى الكلاسات والمحاضرات. فلما نجي نقول في جائحة كورونا أو بعد العودة، طبعا فتحت لنا أشياء كثير إن إحنا نتطلع عليها أو يعني نسلط الضوء عليها، اللي هي الأمان. أنا كيف أبغى أضمن إنه في المدرسة هذه عندي في سيفتي على الكلاس، أنا بعرف مين اللي عدد الناس اللي دخلوا الكلاس. طيب، قلنا إحنا عندنا عدد من السنسورات، أنا لو أجي أبغى أفصل الكلاس أنا ممكن أستخدم السنسور من الباب نفسه، من السنسور دخول عدد الأشخاص عندي، عدد الناس اللي دخلوا، عدد السعة الاستيعابية، كم عدد الأشخاص اللي دخلوا سواء كانت عن طريق السنسورز أو عن طريق الكاميرات. فهنا أبغى أضمن يكون في عندي أمان، أبغى أعرف عدد الأشخاص ومين الأشخاص اللي دخلوا، أو ممكن توضح لي الحالة الصحية للأشخاص. طبعا هذه مجرد أمثلة لكن ممكن ترابطها بتطبيق واحد. ممكن كمان نستخدمها في التقييم، ممكن نستخدمها كمان في النقل المدرسي بشكل عام. أنا الطفل أول ما خرج من البيت أنا عندي الساعة الذكية، أنا عندي ساعة الطفل تترقب أو هي مراقبة الطفل حالة وصوله إلى المدرسة، بتعطي تنبيه مثلاً للأهل، حالة الصحية للطفل، مؤشرات الحيوية للطفل، أي يعني سلوكيات خاصة سواء كانت على مستوى الطفل نفسه أو على مستوى
النقل المدرسي، سواء كان ممكن حتى السائق نفسه ندرس سلوك السائق، هل السائق كان يعني عفوا يعني عدواني أو معصب، هل السائق من ناحية أنك أنت عن طريق الحساسات هذه بتختبر شعور الشخص نفسه، فأنت كيف تحسن من سلوكياته، كيف تحسن من قيادة السيارة في السرعة، كيف تحسن من وجود اللي هو عن طريق الشوارع إذا كانت هي لا سمح الله الجهات اللي فيها الحوادث التكدس، هذه كلها تفيد في النقل. يعني نجي نتكلم، لما نجي نتكلم على مناهج تدريسية، هذه ممكن بتقنية ثانية مع الـ IoT عن طريق اللي هو الواقع الافتراضي أو الواقع المعزز، لكن لما نجي نتكلم عن السؤال اللي اتفضل هنا وقال إنه مجال التعليم، ما أجي أتكلم في مجال التعليم أنا أتكلم عن الفصول الذكية، الفصل نفسه أو كان الأستاذ أو كان الطفل أو البيئة المحيطة. طيب في أحد بيسأل يقول لو دخل الطالب وخرج أكثر من مرة، طيب برضو إحنا إيش قلنا؟ قلنا إنه هنا أتاحت لك الفرصة، التحديات هذه أو المشاكل اللي أنت بتواجهها أنت ممكن تسجل، أنت كيف تطلع لك الفكرة أو أنت كيف تطورها، أنت بتجمع التحديات وكل كل التحديات الممكنة اللي أنت تواجهها، وكيف تبقى تقلل من التحديات هذه عن طريق استخدام التقنية. طيب فأحد المشاكل هذه اللي هو زي ما قلنا اللي هو في جائحة كورونا، أنت تبي تتأكد من الشخص هذا، الشخص أنت تأكد منه مرة واحدة، لا أنا بتأكد أكثر من مرة، عادي أنت ممكن تتأكد منه يعني الألار معينة، الكاميرا بتتعرف على الوجه الشخص نفسه وهي مسجلة عندها عدد الأشخاص أو تعرفت على الشخص، بعد كده تكرر دخول الشخص، مثلاً أنا حطيت بالجلد معين أو آلية معينة إنه عدد دخولهم عدد خروجهم يعطيني تنبيه معين عن طريق الحساس، فهنا بيعطي دمج للتقنيتين. وعطيت المثال أنا قبل على مثال اللي هو التباعد الاجتماعي، ما أعرف إذا أعطيت المثال أو لا، اللي هو التباعد الاجتماعي، تطبيقات اللي هو تباعد. انت تبي تعرف اول حاجة تبي تحسن سلوك الافراد خصوصا في السوبر ماركت ان الشخص ما يقرب منك، في احيانا انت تضطر انه تعطيهم يعني كذا جملة تقول لهم لا انتوا لازم تباعدوا التباعد، او حتى الاشارات اللي حاطينها ما تكفي، فانت محتاج استخدام التقنية اول شيء نتوعي، ثاني حاجة ممكن التقنية هذه بتسبب إحراجات لكن بتحاول تحسن سلوك الفرد بحيث إنه هو يتعود. مثلاً التباعد الاجتماعي أنت حط لك مساحة معينة بينك وبين شخص تاني، لو قرب منك شخص تاني حيعطي ألار والعكس صحيح، فبالتالي أنت هنا قاعد تحسن من إنك سلوك الأفراد بحيث إنه يتركوا بينه وبين الشخص مساحة معينة عن طريق مساحة اللي هو حساب المساحة المعينة. طيب عدد دخول الشخص وخروجه زي ما قلنا عن طريق اللي هو الذكاء الاصطناعي، أنا هنا عندي أوبجكت، حاجة اسمها أوبجكت ديتكشن، أنا الفيس هذا أبغى أتعرف عليه بحيث إنه أعرف هذا الشخص دخل أكثر من مرة أو لا، فهنا زي ما قلنا اللي هي التقنية دمج الذكاء الاصطناعي مع إنترنت الأشياء في تحسين وتعديل السلوك. طيب ما زال السؤال عن التخصص بالنسبة يندرج تخصص الـ IoT تحت أي تخصص؟ زي ما قلنا اللي هو تخصص الحاسب الآلي في أغلب الجامعات،
تخصص IoT في البكالوريوس، لو إيش نتكلم عن البكالوريوس ما في تخصص IoT، لكن قلنا في الماجستير ممكن مسار IoT أو اختيارك لرسالة الماجستير أو مشروع التخرج في مجال الIoT، لكن إنه تخصص بحد ذاته موجود في الجامعة غير موجود في البكالوريوس. طيب اللي بيسألوا عن إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي اللي هو already جاوبنا عليه، اللي هو إرسال واستقبال البيانات. طيب دكتورة أروى يعطيك العافية، في سؤال عن هو إيش مستقبل الـ IoT؟ هل فيه جوانب قد تؤدي بمصلحة الإنسان أو حياة الإنسان بهذه الطريقة زي ما نشوف في مسلسلات وأفلام الخيال العلمي، أو هل هي بعيدة عن الواقع؟ يعني زي ما يقولون إنه الروبوتات سوف تغزو العالم، هل الـ IoT سوف يغزو العالم؟ طبعا لما نجي نتكلم عن التقنيات الناشئة، طبعا بنقول إحنا كل تقنية لها هدف أو غرض معين، لكن أحيانا على حسب المشاكل أو التحديات اللي بنواجهها أو مشكلة محددة، أنت تحتاج أنك تدمج هذه التقنيتين مع بعض. فلما جيتي تقولي لي ايش مستقبل الاي او تي، اقول لك انا مستقبل الاي او تي قلت لكم انه ذكرت قبل كده انه القيمه السوقيه او عدد الاجهزه اللي مرتبطه الان طبعا عدد كبير وبتزيد كل سنه. فلما نجي نقول مستقبل الاي او تي، نعم مستقبل الاي او تي بالعكس الان يعني مستقبل الاي او تي اثبت انه اهميه استخدام أو دخول الـ IoT في أغلب القطاعات. ليش؟ لأنه شفنا الآن الجائحة كورونا خلتنا ننتقل من التعليم إلى التعليم الإلكتروني، فهنا عدد كثير من التطبيقات عن طريق اللي هي إنترنت الأشياء ودمجها مع الذكاء الاصطناعي هو هذا المستقبل. لما نجي نتكلم عن المستقبل، إنه تقنية الـ IoT دمجها مع التقنيات الأخرى سواء كانت تقنية الـ IoT إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء مع الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز والواقع الافتراضي، إنترنت الأشياء واللي هي الألعاب الابليكيشن في تحسين صحة حياة الإنسان. طبعا في أغلب في عندنا تطبيقات، أغلب التطبيقات بتوقف على إنها هي بتقيس لك عدد معين من الإكسرسايز أو التمارين اللي أنت بتسويها. طيب إحنا ما نبغى إنه أنت فقط مجرد إنك تعمل تمرين معين وتوقف، لا، هي كمان بتعطيك تنبيه إنه أنت هنا وصلت لعدد محدد، لازم في منطقة معينة مثلاً أنت لازم تطور أكثر. لو جينا على سبيل المثال الـ IoT بحكم طبيعتها المترابطة أو الأجهزة، أنا لما أجي بقول في رحلة حياتي كشخص أبغى أحلل كل سلوك، إحنا قبل لا نجي ننام كل واحد مننا يجي بيفتكر إيش السلوكيات الخاطئة اللي هو عملها أو اللي قام بيها. فأنت تبغى تسهل على نفسك اللي هي بردة الفعل اللحظية عن طريق استخدام اللي هو التقنيات. فمثلاً أنا في غرفة النوم أول ما أصحى، أول شخص أول ما يصحى للدوام أول حاجة ممكن يسويها يبغى من غير أي ما يتدخل يبغى الكافي ماشين أو
القهوة عنده خلاص جاهزة. أنا عندي هذه، بعطيك مثال بسيط على إنترنت الأشياء. فلمن تحضير القهوة عندي خلاص، أتعرف على إنه قهوتي بهذا الشكل، الإضاءة عندي مرتبطة كمان، مجرد ما أنا أصحى من النوم المكيف مرتبطة، لو كل جزء في غرفة النوم عندي مرتبط محفوظة هذه البيانات، مع مرور الوقت طيب هي بتشكل لي حياتي التقنية هذه بشكل أو بآخر من غير ما أنا أتدخل، حتى إلى أن أصل إلى دوامي. أنا السيارة مو بس فقط غرفة نومي، أنا خرجت من بيتي دخلت السيارة، حتى أنماط سلوكياتي اللي أنا بسويها داخل السيارة، سواء زي ما قلنا على سرعة، سواء كانت على صوت، كانت على مستوى اللي هي جلستي مثلا في السيارة، هذه كلها ممكن أنت عن طريق التقنية تحفظ البيانات هذه. بعد كده هي بتتنبأ، طيب بتتنبأ يومك، خلاص هي بتعمل لك هذا يومك، انت يعني شكلت لك يومك بناء على البيانات اللي هي محفوظة عندها، اللي هي انت دائما بتقوم فيها في حياتك اليومية. هذه هي التقنية كيف بشكل عام، لكن طريقة زي ما قلنا اللي هي تحسينها، هي مو فقط انها هي تسجل البيانات هذه، لا، انها هي تعدل لي. انا لما ارجع لريكورد، انا اول ما صحيت مثلا، صحيت الساعة 9، أكلت اليوم، شربت كوبين قهوة، قالت لي إن أنت شربت كوبين قهوة بناء على التحركات اللي عندي، بناء على وجودي داخل السيارة، ووجود السيارة الذكية الآن بتعمل ريكورد لكل حاجة عندك، لدرجة أنت ممكن تعرف اليوم إيش جدولك الدراسي إذا أنت أوريدي تعرفت على ربطها بالجدول عندك. فكل هذه يوضح لك انه التقنية هذه فيها مجالات واسعة وكبيرة جدا، سواء كانت على مستوى افراد، وهذا اللي حلو في التقنية، في تقنية الـIoT، انه على مستوى افراد وعلى مستوى بيئة، على مستوى فرد. انت مو محتاج فقط تجيك رسالة، انت محتاج اكشن، انت محتاج ردة فعل. هذه التقنية بالحساسات اللي موجودة فيها، سواء كانت يعني عندك عدد كبير من الحساسات، فتحديدك للمشكلة اللي بيتكلم عن المستقبل، تحديدك للمشكلة حيقول انه هو الـIoT مستقبلها كبير، لكن المستقبل لها الأكبر أكيد اللي هو تكاملها مع التقنيات الثانية اللي بتحسن جودة الحياة. وطبعا هي أحد مجالات الرؤية 2030، اللي هي مبادرات اللي هي جودة الحياة. فأنا نتكلم عن جودة الحياة، جودة الحياة جانب كبير منها، الإنسان هو اللي له دور. فإحنا ما نبغى نتكي بشكل عام على التكنولوجيا بس فقط لتحسين عمليات، لا، إحنا كمان بدنا نحسن من جودة حياة مجتمع من خلال التقنية هذه، ومن خلال تتبعها لي، مراقبتها لي أنا كفرد. الأفراد بالعادات المكتسبة اللي عندهم مع مرور الوقت حيصير حاجة أوتوماتيك إنه هو حيقوم فيها. وهذا الهدف اللي إحنا اليوم بنتكلم عنه، إنه التقنيات موجودة بشكل كبير، الحلول والمشاكل والتحديات موجودة بشكل كبير، هي بس نبغى إنه نقول ترى للمبتكرين أو اللي عندهم أصلاً حتى شركات ناشئة يبغى يضيف ميزة أو قيمة مضافة في الشركة الناشئة له في مجال تقنية إنترنت الأشياء، شوف أو حلل مستوى الشركة عندك، كيف ممكن تزيد النمو في الشركة عندك. هذه ممكن تزيد النمو مو بس في التحسين اللي هو المستخدم أو اليوزر، خدمة اللي هو اليوزر اكسبيرينس عن طريق استخدام الابليكيشن فقط، لا، انه حتى انا كيف اعدل سلوكه او سلوكيات الافراد او المستهلكين للشركة الناشئة.
فهذا بشكل عام. وللإجابة على اللي بيقولوا مين أو كيف ممكن نستفيد من تقنية إنترنت الأشياء. طيب دكتورة أروى، ودك نكمل أسئلة ولا في كمان في حاجة في سلايدات؟ لا، بالنسبة للسلايدات تقريبا كان بس كانت توضيح لتطبيقات معينة عندنا. ممتاز ممتاز، يعطيك العافية. طيب الله يخليك. في عندنا سؤال بخصوص الـ IoT. الآن هل من الممكن إنه الـ IoT نحولها إلى مشاريع ذات جودة مادية؟ يعني الأشياء أو الصور تكون معروضة غالباً تكون يعني MVP أو Prototype أو Just Proof of Concept، لكن أنا الآن لو أنا أبغى أحولها لبزنس، كيف أحول الـ IoT إلى بزنس ناجح؟ طيب، طبعا هي احتياج العميل او السوق بيوضح لي الحجم المنتج او المشكلة اللي انا احتاج احسنها عن طريق الـ IoT. طبعا في عندنا امثلة كتير، في عندنا مثال لشركة ناشئة كانت في السعودية للدكتور حسن. الدكتور حسن أصمم خوذة. طيب، الخوذة هذه تتابع حالة الموظفين، طيب، في أو المهندسين عندهم في أرض الواقع، فهي بتعمل ريكورد من غير ما أنت تحتاج تنزل وتراقب أداء الموظفين، فأنت عن طريق الخوذة هذه حققت يعني جولة استثمارية واستثمار كبير للدكتور حسن، وهذه أحد الأمثلة للدكتور حسن. وفي كمان أستاذة عايشة السقاف قبل فترة، خلال فترة كورونا، اللي هي أعطت مثال للهاردويرز الموجودة أو الشركات الناشئة في الـ IoT عن طريق اللي هي الفندنج ماشين. فكانت حققت، يعني انت بتيجي تقولي على الفندنج مشين موجودة في المولات، موجودة في اكثر من جهة. فهنا اوضح لك انه سوق انترنت الاشياء حتى في الظروف الحالية يعني سوق كبير. فانا مش هتكلم عن منتج فلنفرض صحي في مجال الصحة، أنا أبغى ساعة ذكية، أنا أبغى يعني في غرف العمليات نفسها، أنت عدد حجم المستشفيات الموجودة عندك عدد كبير، فأنت لو تدور سوليوشن تحدي في غرفة العمليات يواجهوها، وأنت عارف إنه عدد المستشفيات كبير وهذا التحدي كبير، فأنت هنا بتفتح مجال لشركات ناشئة في مجال إنترنت الأشياء. في الصين كذلك، يعني حتى لما كان في برنامج رمضان اللي هو إحسان، نسيت اسم المذيع السعودي، كان بيجيب تصورات كيف حتى الناس تستخدم الله يكرمكم اللي هو سلة المهملات الموجودة، كيف بتستخدم اللي هي إعادة تدوير، كيف يكون صديقة للبيئة. فأنت تتكلمي على شركات ناشئة حققت مبالغ هائلة في قطاعات مختلفة، هي فقط تحتاج نشوف فين الثغرة أو التحدي الموجود في القطاع. ففي عندنا شركة إعادة التدوير اللي هي الريسايكلينج في إنترنت الأشياء، عندنا كمان عدد من الشركات الناشئة كمان حتى في القطاع الزراعي اللي هي مراقبة
المزارع أو من صحة النباتات أو المزارعين بشكل عام. فلما نجي نتكلم عن شركات الناشئة في الـ IoT، ما هي شركات دوبها يعني الشركات الناشئة في الـ IoT عدد، اللي هي من خلال المسرعات والحاضنات اللي قامت، سواء كانت عن طريق منشآت بادر أو عن طريق اللي هو كاوست، عن طريق شركات الناشئة في جامعة الطيبة، عن طريق الطيبة تبتكر، عدد كبير يعني الإقبال عليها يعني كل سنة بيزيد. وطبعاً التحول الرقمي الحاصل عندنا والبنية التحتية ساهمت كثير في وعي الناس. صارت الناس الآن أتوقع حتى تغيير الوضع الحالي عندنا، صارت الناس بالعكس تبغى تدور جميع الحلول الرقمية، إقبالها أكبر، تبغى تدفع عشان زي ما قلنا إنه إحنا نبغى الأمان. فأنت هنا لما تجي تفكر في شركات ناشئة في الـ IoT أو تبغى تزيد من النمو عندك، زي ما أعطيت مثال على الخوذة الرقمية كان بيجمع البيانات، لا أنت كمان في تقدر تحسن سلوك الأفراد عن طريقها. فهذا كان مثال بسيط، وممكن نرسل اللي هو رابط لفكرة الشركة الناشئة للدكتور حسن. صراحة من أجمل الشركات، طبعاً فيها كان تحدي الشركات الناشئة بشكل عام في الـ IoT بحكم طبيعة أو هيكلة الـ IoT اللي هو استخدام الحساسات والتطبيقات أو الجزء السوفتوير فيها، ليست فقط أجهزة لكن حتى تطبيقات. فيعني ما شاء الله تبارك الله حققت نجاح كبير وأحد الأمثلة الرائعة في السعودية. جميل جدا دكتورة أروى. طيب في عندنا سؤال يقول لك، هل البنية التحتية مهيئة بشكل كامل لإنترنت الأشياء؟ البنية التحتية لو نجي نتكلم عن البنية التحتية الرقمية في السعودية، شفنا إنه حصلت السعودية على مراكز، يعني تصدرت المركز الثاني وتصدرت عدد من المراكز سواء كانت محليا أو عالميا. فهذا بيوضح لك إنه البنية التحتية، استخدام الإنترنت فيها، استخدام الفايف جي الآن، بيوضح لك إنه استيعاب تقنية إنترنت الأشياء وربطها ببعض أصبح أسهل من السابق. يعني حتى السرعة فيها، لأنه أنت عندك عدد كبير من البيانات، عدد الكبير من البيانات هذه يحتاج سرعة، فالإنترنت عندنا يحتاج بنية تحتية قوية. فعندنا الإنترنت الحمد لله يعني في البنية التحتية زي ما قلت اللي هو السعودية تصدرت عدد كبير، عدد من المراكز يوضح إنه البنية الرقمية عندنا مميزة. لكن لو نجي بناخدها على مباني، طبعاً يختلف يعني التقبل اللي هو أو مساحة أو فين موجود المبنى في جهات معينة. وزي ما قلت اللي هي إنترنت الأشياء من ناحية رقمية تحتاج فقط لهيكلة. وجود الإنترنت الحمد لله، الإنترنت موجود، هو فقط يعتمد على توضيح أو الديزاين أو الهيكلة قبل البدء بإنترنت الأشياء. في سؤال هنا بيقول إنه هل في وظائف في مجال إنترنت الأشياء؟ طبعاً مجال إنترنت الأشياء زي ما قلت هو مجال ما هو فقط يعني زي أغلب التقنيات الثانية، ما أبغى أعمم، لكن عندنا الطبقات هذه أو اللايرز الموجودة فيها سواء كان على مستوى الأجهزة، فأنت محتاج أشخاص متخصصين في مجال الهاردوير، في مجال الحساسات، في مجال الحساسات عندك
مجال كبير ونحتاج إلى ضوطين التقنية في أو مجال الهاردوير. فهنا يوضح لك أنه قابلية استخدام الإنترنت أو البنية الرقمية واستعدادهم في سواء كانت في الأجيال الـ 5G أو البنية التحتية، يوضح لك أنه في احتياج لوظائف. مين حيشتغل على المجالات هذه؟ مين حيشتغل على التحول الرقمي؟ إلا في فرص استثمارية وفي فرص مهنية في مجال الإنترنت الأشياء. فجأة نتكلم عن مجال الإنترنت الأشياء، ممكن تتوظف في مجال الهاردوير، ممكن تتوظف في مجال اللي هو النظم المتعددة، عندك الإمبيدد سيستم اللي هي عندك من ناحية الهاردوير وناحية السوفتوير، عندك في مجال اللي هي النتوركينج، أو عندك في مجال الهندسة اللي هي سواء كانت على مستوى الشبكات أو الهندسة الإلكترونية، لأن الهندسة الإلكترونية لها علاقة في إنترنت الأشياء. عندك يعني لو تجي تعمق مجال إنترنت الأشياء، في عندك عدد من الوظائف اللي يحتاجها في مجال إنترنت الأشياء. وطبعاً لا ننسى موضوع اللي هو السوفتوير أو التطبيقات في مجال إنترنت الأشياء. أتمنى أكون جاوبت على سؤال الوظائف. طبعاً المستقبل الإنترنت الأشياء مستقبل واعد، سواء كان لشركات الناشئة أو على الوظائف أو في مجال التطبيقات في القطاعات في التحول الرقمي. وطبعاً إنترنت الأشياء بيفتح مجال للتكامل مع التقنيات الثانية في تحسين جودة الحياة. ممتاز، يعطيك العافية دكتورة أروى. أتصور بكذا نكون وصلنا إلى نهاية لقائنا لهذا اليوم. يعطيك العافية، شكرا لك على قبول الدعوة وعلى هذه الأمسية الماتعة جدا. في آخر دقيقة إذا حابة تضيف أي حاجة. يعطيكم العافية، شاكرة لكم أستاذة أمجاد على مبادرتكم الكريمة، وشكرا للحضور الكرام، وأتمنى إن شاء الله الجميع يكون بكل بخير وصحة وعافية إن شاء الله. بإذن الله يا رب. الشكر موصول للمترجم أستاذ محمد القصيمي من تطبيق إشارة. شكرا لكم جميعا، نراكم على خير في ويبينار قادم. يعطيكم العافية ونتمنى لكم أمسية لطيفة. شكرا لكم.